استاذ محمد، زي حضرتك يا فندم، والف مبروك الف مبروك النجاحات الكثيره جدا خلال الفتره الاخيره. كابتن اسلام، ازيك، اخبارك ايه؟ الحمد لله يا فندم. الله يبارك فيك، مبروك لكل جمهور النادي الاهلي والشعب المصري، لان النادي الاهلي هو مش بيمثل نفسه، هو بيمثل الشعب المصري. فانا ببارك لكل جمهور الشعب المصري والنادي الاهلي خاصه على هذا الانجاز، والحمد لله قدرنا نفرحه. الحمد لله انجاز كبير جدا، ولكن معلش خليني ارجع خطوتين ورا برضو، علشان ليه احنا بنحتفل بكل اعضاء مجلس الاداره وبنقول لكم مبروك وبنشكركم على الاداء وبنشكركم على المجهود المبذول؟ وانا عارف الرد هتقول لي لا، ده الجمهور يستحق اكتر من كده، لان فعلا جمهور النادي الاهلي يستحق اكتر من كده. ولكن من اقل من اسبوعين الحقيقه، يمكن او من اقل من شهر، كان بطوله كاس الكؤوس الافريقيه سيدات ورجال نادي الحمد لله كانت هذه البطوله منظمه سيدات ورجال في صاله النادي الاهلي، وبالتالي نجاح كبير جدا جدا جدا، وتم نقلها على شاشه قناه النادي الاهلي، وحضرتك كنت رئيس اللجنه المشرفه على هذا الامر، وبالتالي مجلس اداره النادي الاهلي نجح في تنظيم هذه البطوله اولا، ثم بعد كده الكل تفرغ للي بعد كده. حقيقه وانا كنت يا دوبك قبل البطوله دي، انا كنت رئيس بعثه النادي الاهلي في ماتش الرجاء مظبوط في المغرب، ورجعت من هناك كنت انا رئيس اللجنه العليا. يعني شرفت مجلس اداره ان انا اكون رئيس اللجنه العليا المنظمه لبطوله، لاول مره يبقى عندنا كاس السوبر، وكاس السوبر صح، والسوبر الافريقي رجال وسيدات، ولاول مره يقام من اربع فرق السوبر مش من فرقتين. نعم. ويليه بطوله افريقيا لابطال الكؤوس رجال وسيدات، وكان 22 فرقه، في فرقه اعتذرت في الاخر، كان 19 فرقه في ابطال الكؤوس واربع فرق في السوبر. كانت بطوله لاول مره من فتره طويله بتقام على صالتين النادي الاهلي، صاله الامير عبد الله الفيصل وصاله الشهداء، ولاول مره تقام بجمهور من فتره طويله جدا داخل النادي او داخل اي نادي في مصر، ان تبقى البطوله مقامه بجمهور. والحمد لله ربنا وفقنا، البطوله تمت شهاده الاتحاد الافريقي، والدكتور حسن مصطفى الاتحاد الدولي كان موجود، ان البطوله كانت من افضل البطولات تنظيميا اللي تمت. الحمد لله خرجت من غير مشاكل خالص، خرجت على احسن شكل يليق بالنادي الاهلي واعضائه وجماهيره وتليق بمصر، لان البطوله دي بطوله افريقيا، واحنا يعني مصر هي اللي ليها السياده في افريقيا، والمفروض ان احنا نكون نظهر بمظهر يشرف مصر ويقول ان مصر تستطيع انها تنظم اي بطوله قاريه او دوليه، او يعني اي بطوله مصر تقدر تنظمها بالشكل اللي يليق باسم مصر.